في إطار التواصل السياسي مع الحلفاء لوضعهم في أجواء مبادرة الرئيس الحريري الرئاسية، التقى وفد من نواب تكتل التغيير والإصلاح ضم النواب الممدد لهم زياد أسود ونبيل نقولة وعباس هاشم وسليم عون النائب الممدد نقولة فتوش في دارته في زحلة. أسود نفى كل ما يحكى عن تفاهمات أو تحالفات سرية، مؤكدا أن الدستور هو سقف التعامل في الملف الرئاسي. لا يوجد تفاهمات بمعنى مخفية أو مستترة، كل شيء واضح. نحن سقف تعاملنا بهذا الملف هو سقف الدستور والقانون، والأستاذ الأولى أستاذ القانون والدستور لا نتخطى أي حليف أو صديق، لا نعقد اتفاقات لا تحترم القوانين والدستور والتعاطي السليم والتوازن في العمل السياسي ما بين كل مكونات المجتمع اللبناني. ونحن معروف انه نحن وللماء العون في ذات الحلف وفي ذات التوجه، ولكن كمان انا هون بدي اتمنى الاسراع بانتخاب الرئيس القوي الذي يجسده للماء العون لحتى نيجي، لانه المنطقه الشرق الاوسط حواليها براكين عديدة. وأمل النائب فتوش أن يتم الانتخاب في جلسة 31 من تشرين الأول المقبل.